شيء عجيب غريب جدا. في معركة اليرموك كان خالد بن الوليد قد انفرد بأربعين رجل في بعض الساحات يقاتل عشرين ألف من الـ من الـ من الـ من, الـ من, الـ من أعداء الله تبارك وتعالى. ويقول أحدهم في, في 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 أصحابنا وقد تعرض لهم ألفين رجل وكانوا أربعون شخصا فهزموهم. وخلد هذا في أبيات يقول فيها: أألف مؤمن فيما زعمتم ويهزمهم بآسك أربعون. يقول: أألف مؤمن فيما زعمتم ويهزمهم بآسك أربعون، كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنون، ولكن الخوارج مؤمنون. يعني هذا أمر الله عز وجل. أنتم ترون في أنتم ترون في هذه القضية ثلاثة أشخاص يبحرون من خلال يسبحون من خلال إيش؟ من خلال البحر، ثم يخرجون من البحر على كتيبة فيها 300 شخص، ويدخلون عليهم بكل شجاعة وبدون أدنى تهيب وبدون أدنى فزع وبدون أدنى خوف، فيقتلون منهم 260 شخص، 260 شخص، ويهرب منهم 40. ما معنى هذا؟ إيش هذا؟ أي شجاعة هذه؟ أي يعني قوة نفسية يحملها هؤلاء الثلاثة حتى جعلتهم يقدمون بكل بسالة وبكل شجاعة وبكل شجاعة، ويدخلون على هذه الكتيبة وهم خارجون يعني من ذلك البحر، يعني ودخلوا على كتيبتهم تلك ويقتلون هذا العدد. أي شجاعة هذه؟ شيء عجيب، شيء يندهش منه العقل ويستغرب منه إيش؟ ويستغرب منه الإنسان غاية الاستغراب. شيء عجيب صدقوني يا شباب، هذا أمر الله عز وجل، وما النصر إلا من إيش؟ من عند الله. ولذلك يقول والله أعلم، يقول بعض الأسلاف من أهل العلم، يقول إنه ما دخلت الملائكة في حرب، ما تدخلت الملائكة في حرب إلا ونصر فيه المسلمون. ما دخلت الملائكة في حرب إلا ونصر فيه المسلمون. تدخل المولى عز وجل في تلك المعركة معنى انتصارهم ولا شك ولا ريب، انتصارهم ولا شك ولا ريب. فلا بد أيها الأحبة من الإيمان بهذه القضية غاية الإيمان، ومعرفة ما ينبغي للمسلم تجاه أخيه.